بعثة الحماية المدنية الجزائرية تنهي مهمتها بدرنا الليبية بعد أكثر من أسبوعين من البحث في البر والبحر عن الناجين والمفقودين في الكارثة الجوية إعصار دانيال الذي ضرب المنطقة. البعثة الجزائرية التي كانت موزعة على قسمين عبر مرحلتين تمكنت خلال هذه الفترة من انتشال 344 جثة منذ بداية عملية البحث، كما كانت تعمل بالتنسيق بشكل يومي مع السلطات المحلية وفرق التدخل الليبية هناك. المجهودات التي بذلتها البعثة الجزائرية خلال هذه العملية الإنسانية لاقت ثناء واعتراف الليبيين، حيث تم تكريم فريق الحماية المدنية الجزائرية من طرف السلطات الليبية. يذكر أن البعثة الجزائرية تكونت من مختصين في البحث والإغاثة والغطس وأطباء ونفسانيين مدعمين بمعدات خاصة.